نكون بحقنا الاستماع للإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نتضرع. الحكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. اتو كتا ماركون أجيو إفانجليو تو أناغنوزما. Πρόσχομαι διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθόντες αλείψωση των Ιησού. Και λίαν πρωί της μια Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατέλλοντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκυλήσιμην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρήσει ότι αποκεκλείστε ο λίθος ειν γαρ μέγας σφόδρα. Και εις ερθούσε εις το μνημείον είδον νεανίσκον καθήμενον εν της δεξής περιπεμπλημένον στον ειν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβήστεν Ιησούν ζητήλε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων, γέρθη ουκέστην οδέ. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν, αλυπάγεται. Είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξερθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδεν ή ουδέν είπων εφοβούντο فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. لنصغي لما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلوم حنوطا لياتين ويدن يسوع. وبكرنا جدا في اول الاسبوع واتينا القبر وقد طلعت الشمس وكنا قلنا فيما بينهن من يدح رجالنا الحجر عن باب القبر فتطلعنا فرأينا الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا فلما دخلنا القبر رأينا شابا
جالسا على اليمين لابسا حلة بيضاء ذا اللام. فقال لهن: لا تنذهلن أنتن تطلبن يسوع الناصر المصلوب، قد قام ليس هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. فذهبنا وقلنا لتلاميذ ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل، وهناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وفررنا من القبر، وقد أخذتهن الرعد والدهش، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. المجد للثالوث القدوس المتساب الجوار المحيي والفوز الكل حينين لنا كل وان وإلى داره دائرين. مسيحك من فيه آمد وداس ما بالمات وهذا الحياة للذين يبقون مسيكا من بني آمات وداسا مسيكا من بني آمات وداسا ما Αναστήτω Θεός, Κυρίας Κορπιστήτως εν οι εχθροί αυτού και φυγέτως εν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. كذلك يالو القطع من أمام وجه الله، والصديقون يفرحون ويتهللون أمام وجه الله ويتنعم بالسرور. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ونتهلل به. مسيح قام مع بعض. أيدي
ابن روح القدس Christos Anesti ek nekron thanato thanaton baptizas Αλλά να κουλεύουν οι λαδάχροι τα χειρίν. Έτσι. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θανάτων πατήρι. سلام إلى رب نطلب نجد السلام الذي من العلا خلاص نفوسنا إلى رب نطلب نجد سلام كل العالم حسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى رب نطلب نجد هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى رب نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى رب نطلب من أجل أبينا بطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا بنيديكتوس الكهنة المكرمين الخدام في المسيح جميع الكليروس والشعب إلى رب نطلب من أجل الكنيسة المقدسة وهذه المدينة جميع المدن والقرى المؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب من أجل تدالة ويخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب من أجل السيناء في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضنين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكتل القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولة مريم مع جميع القديسين لنودي أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله يا نكو يا مبيلا كقول تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب وابن الروح القدس على كل وقت وإلى داخل داخرين مسيح كم حقا قام مسيح كم حقا قام مسيح كم حقا قام كريستوس أنيستي أريثوس أنيستي كريستوس أنفيات كريستوس وسكريسي Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, 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 ya
اللقاء يوم أخذ أبوابكم والتفعية يتعو الأبواب التهنية ليكون ملك المجد. هو الرب العزيز الجبار الرب الجبار في القتال. ارفع يا رأس أبوابكم وارتفع يا يد أبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. رب الجنوب هو ملك المجد. آمين. مسيح كام كلام تسلمين هلموا بنا نشرب مشروبا جديدا ليس مستخرجا بآية بهيرة من صخرات صماء لكنه ينبوع عدم الفساد بفيضان المسيح من القاف الذي به نتشدد. المجد لقيامتك المقدسة يا رب. إن البرايا بأسرها قد استوعبت الآن نورا. السماء والأرض وما تحت الثرى فلتعيد إذن الخالق لقيامة المسيح التي بها نتشدد. المجد للآب والابن والروح القدوس. أيها المسيح المخلص إنا أمس قد دفنا معك واليوم نقوم معك بقيامتك. أمس قد صلبنا معك فأنت مجدنا معك في ملكوتك. المجد الآن كل وان وإلى دار الداهرين آمين. أيها المسيح المخلص إننا أمس قد دفنا معك واليوم نقوم معك بقيامتك. أمس قد صلبنا معك فأنت مجدنا معك في ملكوتك. ألم بنا نشرب مشروبا جديدا ليس مستخرجا بآية بهيرة من صخرات صماء لكنه ينبوع عدم الفساد بفيضان المسيح من القاف الذي به نتشدد. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μήμας η ζωή χαρισάμενο. Μεσίχ قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. وحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد هذه القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا وطلتا قدرية مريم والدة لله خلصينا مع جميع القديسين نودع أنفسنا بعضنا بعضا
وكل عاتنا للمسيح الإله لك يا رب، لأنك أنت إلهنا ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آن وإلى دار الدائرين. آمين. ليقف معنا على المحرس الإلهي حبقوق المتفوه بالإلهيات، وليرينا الملاك المتشي حضية قائلا جهارا: اليوم خلاص للعالم لأن المسيح قد قام، بما أنه على كل شيء قدير. المجد لقيامتك المقدسة يا رب، إن فصحان المسيح بما أنه فاتح المستودع البتولي قد استبان ذكرا، وبما أنه بشر قد سمي حملا، وبما أنه منزه عن الدنس قد دعي لا عيب فيه، وبما أنه إله حق قد سمي تاما. المجد للأب والابن والروح القدوس. إن المسيح الذي هو إكليل السنة المباركة منا قد ذبح عن الكل باختياره، كحمال حولي فصحا مطهرا، ثم أشرق لنا شمس العدل من القبر بهيا زاهيا. الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. إن داود جد الإله قد رقص تجاه التابوت الظل، وأما نحن الشعب المقدس لله فإذ قد أبصرنا نجازة تلك الرموز فلنسر سرورا إلهيا، لأن المسيح قد قام، بما أنه على كل شيء قدير. ليقف معنا على المحرس الإلهي حبقوق المتفوه بالإلهيات، وليرينا الملاك المتشي حضية قائلا جهارا: اليوم ما خلاص للعالم لأن المسيح قد قام، بما أنه على كل شيء قدير. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. خريستوس أنستي إكليكرون ثانايتون ثانايتون باتيساس كتي سنتس ميماسي زي خريصا منو. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلة القداسة الطاهرة الفائقه البركه المجيده سيدتنا والده الاله الدائمه الباتوليه مريم مع جميع القديسين، لنودع انفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الاله. لانك الاله الصالح والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. آمين. لنبتكر أن مد لجينا ثلجة عميقة، ولنقرب أن للسيد التسبيح النقيع وذا الطيب الزكي،
ونعين المسيح الذي هو شمس العدل مصنع الحياة للكون. المجد لقيامتك المقدسة يا رب أيها المسيح. إن المكبلين في سلاسل الجحيم لما لاحظوا إفراط تحننك الذي لا يوصف تسارعوا نحو النور بأقدام متهللة عاقدين فصحا أبديا. المجد للأب والابن والروح القدس أيها المسيح. إن المكبلين في سلاسل الجحيم لما لوحظوا إفراط تحننك الذي لا يوصف تسارعوا نحو النور بأقدام متهللة عاقدين فصحا أبديا. الآن وكل وان وإلى دار الداهرين آمين. لنتقدمنا حاملين المصابيح للمسيح البارز من الرمس كأننا حاملوها إلى ختان ولنعيدن مع المراتب المحبين التعيد لفصح إلهنا الخلاص. هل نبتكر أن مد لجينا دلجة عميقة ولنقرب أن للسيد التسبيح النقيع والطيب الزكي ولنعين المسيح الذي هو شمس العدل مطلع الحياة للكون. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا نطلب. فاضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله لك يا لأنه قد تقدس وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار الدائرين آمين. أيها المسيح لقد نزلت إلى أسافل دركات الأرض فصحبت الأموال الدارية المثبتة الضابطة المعتقلين وفي اليوم الثالث برزت نائضا من القبر كما برز يونان من الخوف. المجد لقيامتك المقدسة يا رب أيها المسيح. يا من لم تفسد إغلاق البتولية في ولادتك لقد نهضت من الرمس حافظا ختمه صحيحة سليمة وفتحت لنا أبواب الفردوس. المجد للأب والابن والروح القدوس يا مخلصي يا من هو القربان الحي غير الذبيح بما أنه إله قد قربت ذاتك للأب باختيارك ولما قمت من القبر أقمت معك آدم وذريتي كلها. الآن وكل وان وإلى دار الدائرين آمين. يا مخلصي يا من هو القربان الحي غير الذبيح بما أنه إله لقد قربت ذاتك للأب باختيارك ولما قمت من القبر أقمت معك آدم وذريته كلها. أيها المسيح لقد نزلت إلى سافل دركات الأرض
فسحقت الأمثال الدارية المثبتة الضابطة المعتقلين، وفي اليوم الثالث بارزت ناهضاً من الصبر كما بارز يونان من الحوت. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. خريستوس أنستي إك نكرون ثاناتون ثاناتون فاتيسس كيتي سنتزني ماسيزوين خريسا مينون. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. أيضاً وأيضاً سلام للرب نطلب. كيري إليسو اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد هذه القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا وأتلدت بطولية مريم مع جميع القديسين نودع أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب لأنك أنت ملك السلام مخلص نفوسنا ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل آن وإلى دار الدائرين. ولئن كنت نزلت إلى قبر يا من لا يموت إلا أنك درست قوة الجحيم وقمت منتصرا أيها المسيح الإله، وللنسوة حاملات الطيب قلنا افرحنا، ولرسلك وهبت السلام يا مانح الواقعين القيام. يا مانح الواقعين القيام إن الشمس الذي قبل الشمس لما غاب وقتا في الرمس سبقت نحو الصبح بنات حاملات طيوبا يبتغينه كابتغاء النهار هاتفات بعضهن لبعض. هلما بنا يا حبايب لنضمخن بالعطور جسما حاملا الحياة ودفينا جسدا مقيما آدم الساقط الطريح في الضريح، ولنخرن ساجدات ولنقدمن طيوبا مثل هداياهم لمن ليس مدرجا بأقماط بل في سبان، ونندب نائحات ونهتف صارخات يا سيدنا استيقظ ناهضا يا مانح الواقعين القيام. يا مانح الواقعين القيام في أحد الفصح العظيم المقدس نعيد لقيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح المحيي. إن المسيح وحده انحدر لمحاربة الجحيم متنازلا فصعد إذ أخذ غنائم الظفر الجزيلة سالبا، فله المجد والعزة إلى أبد الدهور آمين. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس السوع البريء المعصوم وعده من خطيئة. فلصليبك أيها المسيح نسجد، لقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وسواك لا نعرف وباسمك ندعو. فهلموا يا معشر من نسجد قيامة المسيح، فإن الفرح قد أتى بالصليب منتشر في كل عالم. فلنباركن الرب في كل حين ولنسبحن قيامته، لأنه بمكافأة الصلاة نجنا بعد الموت موت عظام. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس يسوع المعصوم وحده من الخطيئة. فلصليبك أيها المسيح نسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت إلهنا وسواك لا نعرف وباسمك ندعو. فهلموا يا معاشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح، فهأن الفرح قد أتى بالصليب منتشراً في كل عالم. فلنباركن الرب في كل حين ولنسبحن قيامته،
لأن بمكابدة الصلبة من أجلنا أباد الموت بالموت. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس يسوع المعصوم وحده من الخطيئة. فلصليبك أيها المسيح نسجد، لقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت إلهنا وسواك لا نعرف، وباسمك ندعو. فهلما يا معاشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح، فإن الفرح قد أتى بالصليب منتشراً في كل العالم. فلنباركنا الرب في كل حين ولنسبحنا قيامته، لأنه مكابلة الموت الصلبة من أجلنا أباد الموت بالموت. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنح الحياة الأبدية والرحمة العظمى. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال أناستاس ويسوع سبدو تافو كثوس بروئيبن إثكينمين تينيون يشبين كتو ميغاليوس. إن الذي أنقذ الفتية من الأتون لما صار إنسانا تألم كمائد وبألمه سربل الميت جمل عدم الفساد أعني به إلها بين المباركة والممجدة وحدا. المجد لقيامتك المقدسة يا رب أيها المسيح. إن النسوة المتألهة ألبابهن قد بادرنا إليك بطيوبهن، والذي كنا يلتمسنه كمائت وهن بكيان قد سجدنا له إلها حيا وهن فرحان، وبشرنا تلاميذك بالفصح السري. المجد للأب والابن والروح القدوس. إننا معيدون لإماتة الموت ولهدم الجحيم ولبكورة عيشة أخرى أبدية، متهللين ومسبحين من هو علة هذه الخيرات أعني به إله أبينا المباركة والممجدة وحدا. الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين أمين. بالحقيقة ما أشرف هذه الليلة الخلاصية المتلألئة وأجل عيدها، إذ هي المنبئة بنهار القيامة المضيء الذي فيه أشرق للكل من القبر جثماني النور المنزه عن الزمان. إن الذي أنقذ الفتية من الأتون لما صار إنسانا تألم كمائد وبألمه سربل الميت جمال عدم الفساد أعني به إله بين المباركة والممجدة وحدا. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنستي إكليكرون ثاناتون ثاناتون باتيساس كيتي سنتس بما سيزوي خريصا منو. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. بالسلام إلى الرب نطلب. كيريا إلهيسوس. وعد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداس الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب ليكن عز ملكك مباركا وممجدا أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. إن هذا
اليوم المدعو المقدس الذي هو أول السبل وملكها وسيدها. إنما هو عيد الأعياد وموسم المواسم الذي فيه نبارك المسيح إلى الأبد. المجد لقيامتك المقدسة يا رب، ألم بنا في يوم القيامة المشهور، نشارك ملكوت المسيح عصير الكرمات الجديد الذي للفرح الإلهي، مسبحينه بما أنه الإله إلى الأدهى. نبارك الرب الأب والابن والروح القدوس. يا صيون ارفعي الحضاك باستدارة وانظري، لأنه ذا أولادك قد تواردوا إليك كدار مضاة من الله من المغارب والشمال والبحر والمشارق، مباركين المسيح فيك مدى الأدى الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. أيها الأب الضابط الكل والكلمة والروح الطبيعة الموحدة في ثلاثة أقانيم، الإله الفائق اللاهوت والجوهر، إن بذاك نصطبيغ وإياك نبارك مدى الأدهار. نسبح ونبارك ونسجد للرب، إن هذا اليوم المدعو والمقدس الذي هو أول السبل وملكها وسيدها. إنما هو عيد الأعياد وموسم المواسم الذي فيه يبارك المسيح إلى الأبد. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا حياة أبدية والرحمة العظمى. أيضا وأيضا بسلام إلى رب نطلب. كيري إلي صار. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب، لأن اسمك مبارك ملكك ممجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل آوان وإلى دهر الداهرين. لوالدة إله من نور بالتسابيح لا نكرم معظمي. مغالين ψυχή μου τον εθελουσίος παθώντα και τα φέντα και εξαναστάντα τριήμερον εκτάφου Εφραίνου αγάλου η νέα Ιερουσαλήμ η γαρδόξα Κυρίου έπισε ανέτηλε κουρεβενήν και αγαλουσιών σίδε αγνή τέρπου Θεοτόκε εν τη εγέρση του τόκου σου. عظم يا نفس الذي تألم طوعا وقبر وقام من القبر في اليوم الثالث، استنير استنير يا أورشليم الجديدة لأن مجد الرب أشرق عليك، افرح الآن وتهلل يا صيون وأنت يا والدة الإله النقية اطربي بقيامة ولدك. Χριστός το καινον Πάσχα το σώθη τον θύμα αμνός Θεού αέρον
Martina, Martina, Cosmo, ο Θείας, ο Φίλης, ο Γλυκίτα της σου φωνής, με θυμώνα ψευδόσγαρ, επίγγυλο εσέστε, μέχρι τέρμα τον αιώνος Χριστέ, είναι πιστή. Άγκυραν ελπίδας, κατέχοντες αγαλόμεθα. اليوم الخليقة أجمع تبتهج وتفرح لأن المسيح قد قام والجحيم قد سوب يا ما أشرف يا ما أحب يا ما لذ نغمتك أيها المسيح لأنك قد وعدتنا وعدا صادقا بأنك تكون معنا إلى نجاز الدار الذي نحن المؤمنين نعتصم به كمرساة لرجائنا فنبتهج متهللين. Δόξα Πατρί Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, μεγάλινον ψυχή μου Χριστός υποστάτου και αδιαιρέτου θεότητος το κράτος, ο Πάσχα το Μέγα και ιερότα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμης, διδού ημιν εκ τυπωτέρων σου μετασχήν, εν διόν εσπέρω ημέρα της βασιλείας σου. الآن وكل آن وإلى دار الدائرين أمين. افرحي أيتها البتول افرحي افرحي يا مباركة افرحي يا ممجدة لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث أيها المسيح الفصح الأجل الأمثال يا حكمة الله وكلمته وقوته أنعم علينا بأن نسايمك بأوفار حقيقة في نار ملكك الذي لا يغرب أبدا. وانجيلو سيفواتي كخاريتو ماني أغني بارثن خيري كبالي نرو خيري وصوصيوس أنيستي تريميروس اكتافو فوت إفرينو أغالو إنيا يروساليم إغاردوكسا كيريو إبيسي أنتيلي Χορεύεν και αγαλουσιών σίδε αγνή, τέρπου Θεοτόν και εν τη εγέρση του τόκου σου. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας, και της εν της μήμας η ζωή χαρισάμενο. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και μεγά ελεός. Άιδαν ου άιδαν μπι σαλάμιν λα ραπινάτρου. Κύριε λαϊσόν. Οδοτ ου χαλές ου αρχάμ ου αχφαδνα يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة إلى الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله يا رب لأن إياك تسبح كل قوات السماوات ولك ترسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل آن وإلى دهر الدائرين Κύπρος, ασώστητος, ο βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξ ανέστης, αθαμεγύρας έκθωρας και καταργήσας θάνατον, Πάσχα της αφθαρσίας, του κόσμου σωτήριον. لما ضجعت بالجسد نائماً كمائتٍ يا من هو الرب والملك أبطلت الموت معاطلا وفي اليوم الثالث قمت منبعثا
وقمت آدم من البلا منيضاً يا فصح عدم الفساد وخلاص العالم. Σαρκύπνος, σωστός, θνητός, ο βασιλεύς και κύριος, τριήμερος εξ ανέστης, αδομεγύρας έκθωρας και καταργήσας θάνατον, Πάσχα της αφθαρσίας του κόσμου σωτήριον. Σον δεσποτά εγγύε, ήχος πρώτο. Είπα πάπας απνοήενε σάτω τον Κύριον, εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της ύψης της συμπρεπείμνος το Θεό. سبحوا يا جميع ملائكته سبحوا يا سير قواتي لأنه لك يليق التسبيح يا κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού υμνούμεν σου Χριστέ το σωτήριον πάθος και δοξαζομέν σου την Ανάσταση. Σαμπιχού بلحن البوق سبحوا بالمزمار والقثارة يا من احتمل الصليب وابطال الموت وقام من بين الأموات سلم حياتنا يا رب بما أنك وحدك كلي الاقتدار. Ευχαριστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν την εχθρία αυτού και φυγέτος σαν από προσώπου αυτού. Οι μισούντες αυτών Πάσχα ιερών ημιν σήμερον αναδέδειχτε Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβασμίων, Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής, Πάσχα μωμών, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πύλας ημίν του παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα πάντας αγιάζων πιστού. Και μα υπάδουν του χάνι υπάδουν, وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار هلم من المنظر أيتها النسوة البشيرات وخطفنا زيون قائلات اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح يا أورشليم اطربي بحبور وتهللي بسرور لمشاهدتك المسيح ملكك بارزاً من القبر كختان كذلك تهلك الخطاة من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور إن النسوة الحاملات الطين لما انتصبن في دلجة عميقة بإزاء ريح الموت الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر فطفق يخاطبن قائلا لهن هكذا ما بالكن تطلبن الحي مع الموتى لماذا تدمن في البلا المنزه عن البلا اذهبن وبشرن تلاميذا هذا باتريك ايوك اجيو الآن وكل وان وإلى دار الداهرين آمين اليوم يوم القيامة فسبيلنا أن نتلا بالموسم ونصار
وعدو نابضا ولنقول يا إخوة ولنصفى لمبغضينا عن كل شيء في القيامة ولنعطف هكذا المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور الآب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار دائرين آمين سيقا مرات خور ووهب الحياة للذين في القبور كما يباد دخان يبادون
وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور. هكذا كذلك أهل الخطأ من أمام وجه الله والصديقون يفرحون يتهللون أمام وجه الله ويتنعمون بالسرور. خريستوس أنيستي إكنيكرون ثاناتون ثاناتون باتيساس كيتي سنتيس ميماس إيزوين خريصا منون. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور. المجد للأب والابن والروح القدوس. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور. لنا وكل وان وإلى دار الداهرين. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور. ربنا اطلب يا رب رحم من أجل سلامك العالم وحسن ثباتك نهايه السنه المقدسه واتحاد جميع لربنا اطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورأي وخوف الله لربنا اطلب يا رب رحم من أجل المسيحيين حسن عبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس رئيس كهنتنا فنادقتك المكرمين قدام المسيح جميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى المؤمنين الساكنين في الرب نطلب من أجل تدالى ويغص بالأرض بالثمار أوقات سلامية إلى الرب نطلب من أجل السائرين حسنا في البحر سيدتنا وأتلهدت بطريات مريم والفاي قدسها والدة الإله خلصينا مع جميع القدسين نودع أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياة المسيح الإله لك يا رب لأنه ينبغي لك أكثر كرام الجود الأب والبروح القدس لا نقدر الداهرين أمين على الأقصد تكريو باسايي بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا
بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. وإلى داخل داخرين بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب يا لائسو أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكوث القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة أيتها الفائقة قدسها والدة الإله خلصينا. مع جميع القديسين نودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لك يا لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. أمين. Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε και επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Χαλλισνά, για ابن الله, για من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. لك την οδόν αυτού εν πάση έθνεση το σωτηριόν σου. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. Ομολογήσω σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογήσω σαν συλλαή πάντες. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائل لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالته وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطرت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خالصنا. Κύριε λαϊσόν, αντιλαμβούσον τον ελαϊσόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Για ραμπούραχα. Πάντα δικρινά ελκουλίαι τελ κοντάσα πάιρα αλφαϊκα τελ μπαρακα τελ μεγίδα سيدتنا والدة إله دائمة البتولية مريم والدة الإله خلصينا. لنودع أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله. لك يا ودي أغاثوس كفيلانثروبوس يوسي باركيس كسيكتوكسان أنا بابومن تباتريك تيوك تيوك نفمتي إنك أي كيستس أيونس تون أيونون. آمين. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. المسيح قام من بين وداس الموت بالموت وهو
تستقيم. Ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέραν το σωτήριον του Θεού ημών. Χαλενά, για μας πολλά έτη δεσπότα. Αλληλούια. Χαλενά, για πνάλα, για μεν κάμα μην πέινε αμουάτ, λινουράτη λακ, αλληλούια. Σήμερον τη σωτηρίας ημών, το κεφαλαιόν και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου, γίνεται και Γαβρίλ την χάριν ευαγγελίζεται, διό και ημίς ειν αυτό τη Θεοτόκοβο ίσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Αλμασίχ κάμα μην παίλει λαμβάτ ουαντά σαλμαουτ βιλμαουτ ουαβάβα λχάιατ λιλαδίνα φιλ κουβούς ανέστη εκ νεκρών θανάτο θανάτον πατήσα ασκέσα και με παιδί μου σε δυσμή μαζί ζωή χαρίσα. Θάνατε, αλλά του άδου κατήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός γίνε ξημυροφόρης φθεξαμένος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενο. Για μάνιχ الواقعين القيام. إلى ربنا الطول. كيري ليسو. يا نكا قدوس مرادا يا إلهنا ولك نرسل والماس. أيها الأب والابن روح القدوس. على كل واني وإلى دار الدائرين. Κύριε Δεϊθώ με, Κύριε Ρέσου, ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Λαβίνας, ο Πάσος, ο Ρεδιά, ο Λάβος, ο Σκηνούμενος, ο Κουλάδος, ο Λαβίνας, παράγοντα τα σήματα που θέλουν άδω κατοικών και ο Σημείος, ο Καθίος, ο Καλήνας, ο Καθίος, ο Καλήνας, ο Καθίος, 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 ο
الآن وكل وان وإلى دار الداهرين آمين. المسيح قد لبستم هاليلويا. وطاق أذكارمتي وسليك ألاتي يمينك غرسات إلى سنين عديدة يا Σκέψε την άμπελον ταυτήν και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσε η δεξιά σου. Εις πολλά έτη δέσποτα. وتاخذ كارمتي وسليك ألاتي يمينك غرسات إلى سنين عديدة يا الحسن العبادة يا رب خلص الحسن العبادة استجب لنا الكل يطر والجزيل الاحترام المقام من الله بطريركا على المدينة المقدسة أورشليم
وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا فلتكن سنوه عديدة ثم كريو تاتو سيو تاتو كبانايو تاتو فاتروسيمون كباتريارخو تيخاياس بوليوس يروساليم كفاسيس فلسطيني سيريا عربيا بيرتو يوردانو كاناتيس غاليلياس كاياس يون أوراتا إيتي ثيوفيلوس الأب الأقدس الطوباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقنا الجليل وصهيون المقدسة أبانا وبطرياركنا لتكن سنو عديدا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ونتهلل به. الحكمة اعترفوا للرب فانه صالح والنا الى الابد رحمته فيها فصل من اعمال الرسل القديسين الاطهار فلنسقي اني قد انشات الكلام الاول يا ثيوفيلوس في جميع الامور التي ابتدى يسوع يعلمها ويعلم بها الى اليوم الذي صعد فيه من بعد أن أوصى بالروح القدس الرسل الذين اصطفاهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا بعد تألمي ببراهين كثيرة وهو يترى لهم مدة 40 يوما ويكلمهم بما يختص بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا تبرحوا من أورشليم بل انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني فإن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس لا بعد هذه الأيام بكثير فسألوا المجتمعون قائلين يا رب أفي هذا الزمان ترد الملك إلى إسرائيل فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة أو الأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة بحلول الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي جميع اليهودية والسامرة إلى قاصي الأرض. هللويا هللويا هللويا. الحكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. ولروحك أيضاً فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر مجد لك يا رب المجد لك فلنصلي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وإلهاً كان الكلمة هذا كان في البدء عند الله كل به كان وبغيره لم يكن شيء مما كون به كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور في الظلمة يضئ والظلمة لم تدركه كان إنسان مرسلا من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته لم يكن هو النور بل كان ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم في العالم كان
والعالم به كو والعالم لم يعرفه، إلى خاصته أتى وخاصته لم تقبله. فأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يكونوا أولاداً لله، الذين يؤمنون باسمه، الذين لا من دم ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسداً وحل فينا، وقد أبصرنا مجده مجد وحيد الآب مملوء نعمة وحقاً. ويوحنا شهد له وصرخ قائلاً: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قبلي لأنه متقدمي، ومن ملئه نحن كلنا أخذنا، ونعمة عوض نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح حصلا. نرسل لك المجد أيها الأب ابن روح القدس الآن كل آن وإلى داخل داخلين.
حسن العبادة الأرثوذكسيين المحتفلين بهذا العيد الإلهي الشريف وعبيد الله الذين في الشدائد والضيقات والأحزان والذين على سرة الشفاء مع زوار هذه الكنيسة المقدسة وزوار القبر المقدس قبل الحياة ليذكروا الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين لنا كل وان وإلى دهر الداهرين آمين. الموجودين في هذه الكنيسة يذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين لنا كل وان وإلى دهر الداهرين أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس يذكر الرب الإله في ملكوته كل حين لنا كل وان وإلى دهر الداهرين يا
نيازت كانوتك ليذكر رب الإله في ملكوت السماء كل حين لا نكون دار الدائرين. تحتفوا حوله مراتب والذين يدخلون بإيمان ورع وخوف الله إلى الرب نطلب كيريا ليسون لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب كيريا ليسون وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم نارنا كل كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسى استجيب يا رب لك سلاما امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من الرب نسى استجب يا رب الصالحات الموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسى استجب يا رب آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسى استجب يا رب مقدسة الطائرة أيتها الفاي قدس والدة الإله خلصينا التي مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب برفات منك الوكيد الأضياد مبارك معك ومروك كالكل كتسك وصالك والمكي ألانا كل وان وإلى داخل داخلين آمين السلام لجميع إياكم ولروح أيضا لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق المقر بآب وابن وروح قدوس ثالوث متساو ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد الممدود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق
تساوي لها في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاصوس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة تسبيح رحمة ربنا يسوع المسيح ومخابة الأحياء وسركات الروح القدس لتكون مع جميعكم ومع روحك ونشكر من تذكر ذي وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب صباوت السماء والأرض مملوء آمين. اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يغفر للكثيرين لمغفرة الخطايا آمين. لك على كل صائم
خطي كل صائل. إياك نسبح إياك نبارك. إياك الفائكة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله أضيمة البتولية ماريا كنا ثيوفيلوس وخب خولي كنايسك المقادسة بسلام صحيح موافا مكارما مدينة الأيام
مفاصلا كلمة خاكك باستقامتي. راهلنا جميعا ورئيس كهنتنا فنادكتوس وابو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكمل دام فاصلا كلمة حقك باستقامتي. واهلنا جميعا كافة. سيد المجد فواحد قلب واحد ونسبح كل الكرام العظيم الجلال ايها الاب والابن والروح القدس الان وكل وان دار الدائرين امين. ولتكن مراكم لك الذي مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك بعد ذكرنا جميع القديسين ايضا وايضا بسلام الى ربنا نطلب كيريا لايسون التي قدمت وقدسات إلى الرب نطلب كيريا لايسون أجلنا إلى أن المحب البشر تقبل على مدبع السماء والعقل المقدس براحة طيب روحانيا زكيا يرسنا وضع النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب كيريا لايسون نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب رحم وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك كيريا لايسون بعد أن أعلن اتحادا في الإيمان شركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب أهلنا أيها السيد أن نسر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدانين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن الروح القدوس الآن كل وان وإلى داخل داخلين آمين السلام لجميعكم ولروحك أيضا نحن رؤوسنا للرب لك يا نشكرك أيها الملك الذي يفتح الأبصار يا بقدرتك وحد خلق كل البلايا كثرت رحمتي أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود أنت أيها السطلع من السماء وانظر الذين أحنوا لك رؤوسهم فأنهم لم يحنوا لحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما استقبلنا حدوثه جميعا من الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا سر مع السائرين في البحر رافق المسافرين في البر واشف المرضى يا طبيب نفوسنا والسادة بنعمة رافات ابنك الوحيد ومحبة البشر تبارك معه وما رؤيك الكل قدس الصالح صالحا لنا كل وان وإلى دار الداهرين آمين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا أسغي من مجد مجدك المقدس وهلما لتقدسنا أيها الجالس مع الأعاب في العلاء والحاضر معنا هنا غير منظور أهلنا تناول جسدك الطاهر دمك الكريم بيدك العزيزة ومناولة بنا لكل الشعب روس خمس والقدس المسيح قام سيدنا مبسوط الليلة كتير بشكل خاص انه شايف عدد من الشباب والشبيبة عدد كبير موجود بهاي الكنيسة وهو فرحان انه انتو ضليتكم موجودين بالكنيسة
وما رحتوا بعد إنجيل القيامة، ولكن ضليتوا لآخر الكنيسة مشان توقعدوا وتتناولوا. وهو بيحب يشوفكم كمان في المطرانية وفي الكنيسة دائماً وفي نشاطات الكنيسة دائماً. وإن شاء الله ربنا بعطيكم الصحة والقوة. الآن في عظة للبطريرك، كلمة البطرك، بعدين ذهبي الفم، بعدين المناولات. من النص ما حدا يوقف يا إخواننا، بدهم يطلعوا عجناب يمين وشمال. كل ثاني مرة واحد شباب وبنات كيف بيكون موجودين. أنا دغري مبسوط كتير كيف بيقولك أبونا إبراهيم، كتير مبسوط. أنت في دم من كنيسة أرثوذكسية، ماليس كلمة بطرك على طول على رأس. أنتو بيكون دم من كنيسة لو دم، أنا بيكون مبسوط. مطرانية بيت بيتك، الحمد لله دائما بيكون مفتوح باب من مطرانية. فضلوا فضلوا، أنا بيكون مبسوط. خوارنا موجودين وأنا موجود وربنا موجود. إذا أنتو بيكون موجود في مخابة دائما. كلام تسلمين مسيح كم حقا قام. كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بمناسبة الفصح المجيد في 8 نيسان 2018. برحمة الله بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين، إلى أبناء الكنيسة أجمعين، نعمة ورحمة وسلام لكم من القبر المقدس المانح الحياة، قبر المسيح القائم من بين الأموات. لقد قام المسيح من بين الأموات وحلنا من قيود الموت، فاستبشري يا أرضا بالفرح العظيم، وسبحي يا سماء مجد الله. إن يسوع المسيح الناصري كلمة الله الابن الوحيد، والذي تجسد من الروح القدس وولد من العذراء مريم بالجسد في بيت لحم على عهد أغسطس قيصر، خالط الناس وأحسن إليهم وكرز بالتوبة وبمجيء ملكوت الله على الأرض، وصنع المحبة ناموساً للحياة، محبة تشمل الأعداء. وأيضاً شفى يسوع المسيح المرضى وأقام الأموات، وارتضى لصلب طوعاً على عهد بيلاطس البنطي في أورشليم، وأهرق دمه الطاهر من أجل غفران خطايانا، ومات على الصليب كإنسان، ودفن في موضع قريب من الجلجلة في قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. روميا 19:41. وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر متى 27:66. وأما أولاد الذين نجوا فقد كانوا يعتقدون أن هذه هي نهايته، ولكن كانت مشيئة الله غير ذلك تماماً بواسطة ابنه لأجل خلاص جنس البشر. فبعدما مضى السبت أتت النسوة حاملات الطيب إلى القبر محنوط، أتينا ليطفقنا جسد الرب. مرقس 16:1. فرأينا مشهداً بهياً عجائبياً، حيث وجد أن الحجر مدحرجاً عن باب القبر، ورأينا ملاكاً داخل القبر القابل الحياة هاتفاً نحوهن: أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، لقد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. مرقس 16:6. لقد كانت قيامة ابنه بتبشير من الله المحب البشر للإنسان، فقد تألم المسيح المنزه عن الآلام طوعاً على الصليب من أجلنا كإنسان، وقام من القبر كإله متأنساً، إذ كان ينبغي أن يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. لوقا 24:26. إن مجده هو في تواضعه بصليبه، لأن بالصليب قد أتى الفرح لكل العالم. على صليب المسيح هزمت مملكة الشيطان قاتل الإنسان، إذ ليس له سلطاناً على المسيح، فالمسيح داس الموت بالموت وابتلع الموت إلى النهاية. إذ انحدر المسيح بالصليب إلى الجحيم، وقام وأقام معه المجبولين الأولين،
أي آدم وحواء ونسلهم وأخذهم معه إلى الفردوس، هذا الفردوس الذي استحق اللص المعترف المتكلم باللاهوت أن يدخلوا عبر توبته في نفس اليوم. إن إعلان القيامة الملائكي المبهج قد أكده الرب القائم من بين الأموات عبر ظهورات كثيرة، فقد تراءى للنسوة حاملات الطيب، ثم ظهر للصفة، ثم للإثنى عشر، بعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، بعد ذلك ظهر ليعقوب، ثم للرسل أجمعين، وخاطبهم بجسده الطاهر الذي أصبح بعد الصلب بهياً وممجداً، وأراهم يديه ورجليه مؤكداً لهم أنه ليس روحاً، لأن الروح ليس له لحم وعظام كما هو له هو، وأخذ وأكل قدامهم ومنحهم سلامه ونفخ فيهم وأعطاهم سلطان مغفرة الخطايا بقوة الروح القدس. ببراهين كثيرة بعدما تألم أيضاً نفسه أراهم نفسه حياً لمدة 40 يوماً بعد قيامته، ثم صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه بجسده الذي تأنس به والذي من خلال صليبه مجد وإله طبيعتنا البشرية، وكما وعدهم عندما حضر يوم الخمسين أرسل الرسل من الآب معزياً آخر روح الحق الذي أظهر الرسل غزيري الحكمة وقد اقتنس المسكون بهم. حقاً لقد اقتنسوا المسكون من جميع أقاصي الأرض عبر كرازة الرسل وتعاليمهم المنارة من الروح القدس حول العمل الخلاصي ليسوع المسيح المتأنس المصلوب والقائم من بين الأموات وشخصه وتعليمه. على صخرة اعتراف الرسل كما سبق وقال للرب بأنه سيبني كنيسته عليها إذ ختمها وثبتها في العالم عبر روحه القدوس. ومن ذلك فإن الكنيسة التي هي جسد المسيح السري تشكل عبر العصور وإلى جميع أقاصي الأرض عمل مصالحة وسلام ملطفة ومهذبة أخلاق الناس وطبائعهم ومخلصة نفوسهم وأجسادهم. إن هذا العمل هو عمل كنيسة المسيح الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية التي هي أم الكنائس التي اقتبلت أولاً غفران الخطايا من مهجة القيامة في أرض النعمة هذا، في هذه الأرض التي التحف فيها مخلصنا المسيح جسداً. ففي ليلة عيد القيامة المجيد تصلي الكنيسة من القبر المقدس القابل الحياة من أجل سلام المسكونة والشرق الأوسط والأرض المقدسة، وتتمنى لرعيتها في الأرض المقدسة وفي كل الأرض ولكل الذين يكرمونها من الزوار الأتقياء الصحة والقوة وكل بركة من المسيح القائم. وفي هذه المناسبة نرفع أدعيتنا أيضاً إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والحكومة الرشيدة وجميع القوات الأمنية التي تسهر على أمن واستقرار هذا البلد. المسيح قام، حقاً قام. المسيح قام، حقاً قام. المسيح قام، حقاً قام. في مدينة أورشليم المقدسة فصح 2018 مع أدعيتنا وبركاتنا الأبوية الداعي لكم بحرارة من أعماق القلب ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة أورشليم. أبنائنا الأحباء اللي هلأ رح تطلع على مسامعكم اليوم اللي هي مرة تقال كل سنة مرة، عظة القديس يوحنا ذهبي الفم، وهي من أعظم العظات اللي قيلت على الفصح. بقرأها المرتل الأول الأستاذ فادي الفار. من كان حسن العبادة ومحباً لله فليتمتع بحسن هذا المحفل البهج، من كان عبداً شكوراً فليدخل فرح ربه مسروراً، من تعب صائماً فليأخذ أجرته ديناراً، من عمل من الساعة الأولى فليقبل حقه العادل،
من قدم بعد الساعة الثالثة فليعيد شاكرا، من واف بعد الساعة السادسة فلا يشك مرتابا فإنه لا يخسر شيئا، من تخلف إلى الساعة التاسعة فليتقدم غير مرتاب، من وصل الساعة الحادية عشرة فلا يخشى الإبطاء لأن السيد يحب أن يكرم، يقبل الأخير مثل الأول، يربح العامل من الساعة الحادية عشرة كالذي عمل من الساعة الأولى، يرحم الأخير ويرضي الأول، يعطي هذا ويهب ذاك، يقبل الأعمال ويسر بالنية، يكرم الفعل ويمدح العزمة. أيها الأولون ويا أيها الآخرون خذوا أجرتكم، أيها الأغنياء ويا أيها الفقراء افرحوا معا، سلكتم بإمساك أن توانيتم أكرموا هذا النهار، صمتم أم لم تصوموا افرحوا اليوم، المائدة مملوءة فتمتعوا كلكم، العجل سمين فلا يخرج أحدا جائعا، تناولوا جميعكم مشروب الإيمان متمتعين بغنى الصلاة، لا يتحسر أحدا شاكيا فقرا لأن الملكوت العام قد ظهر، ولا يندبن أحد آثاما لأن الفسق قد بزغ من القبر مشرقا، لا أحد يخشى الموت لأن موت المخلص قد أعتقنا، أخمد الموت لما قبله وسبى الجحيم بنزوله إليه، مرمره لما ذاق جسده وهذا بعينه قد تقدم به أشعياء وصرخ قائلا تمرمر، تمرمر الجحيم لما لقاق أسفل تمرمر، تمرمر لأنه قد بطل تمرمر، لأنه قد هزأ به تمرمر، تمرمر لأنه قد أميت تمرمر، تمرمر لأنه قد أبيد تمرمر، تناول جسدا فصادف إلها، تناول أرضا فصادف سماء، تناول ما نظر فسقط من حيث لم ينظر، فأين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا جحيم؟ قام المسيح وأنت سررت، قام المسيح والجن تساقطت، قام المسيح والملائكة فرحت، قام المسيح والحياة انبثت، قام المسيح ولا أحد ميت في القبر، قام المسيح، قام المسيح من الموت فصار مقدمة الراقدين الذي له المجد والعزة إلى دهر الداهرين، آمين. فادي فاد إلى ربنا الطول. أيها السيد الرب إلهنا المبدع كل بلايا وخالقها، بارك هذا اللبن المجمد وبارك معه هذا البيض، واحفظنا بصلاحك حتى نمتلئ نحن الذين يتناولنا منها من مواهبك التي تجود بها علينا بسخاء عن خيرتك التي تعذر وصفها، فلك العزة ولك الملك والقدرة المجد أيها الآب والابن الداهرين، آمين. أمين أمين أمين. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور. كل حين إلى كل وان وإلى دار الداهرين، آمين. قد تناولنا مستقيمين أسر المسيح الله الريب فنستقيم نشكر ربا حقاً. كيريا ليسون نشكر ربا دائما، وغنس وارحم وحفظنا يا الله بنعمته. كيريا ليسون بعد سواء كنا مناورنا كل كام قدسا سلاميا وبلا خطية نودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياة المسيح الليلة لك يا رب، لأنك أنت تقديس لك رسل المجد أيها الأب والبر القدس لنا كل وان وقدر الداهرين، لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون ذيس بوتاي إفلويسون. يا رب يا رب يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يذكرون عليه،
خلص شعبك، بارك ميراثك، واحفظ ملاء كنيستك، وقدس الذين يحبون باب بيتك. انتم ذلك بقدرتك الالهيه، كنتم عليك، وهب السلام لعالمك ولكنائسك وشعبك، فان كل عطيه يصل كل كامله هي من النار نقدر الداهرين. امين. امين. ليكن اسم الرب مباركا من الان والى الدار، ليكن اسم الرب مباركا من الان والى الدار، ليكن اسم الرب مباركا من الان والى الدار. الى الرب نطلب كيري الليسون. بركة الرب ورحمة الان عليكم مشاكل كل هنقدر الداهرين. امين امين. المجد لك، المجد لك، المجد الحقيقي يا من قام بلا مجغراسنا. انت بشفاعة امك القديس الطهارة وابا الابرار متحين بالله وبقوة صنوحي وبنعمة القبر المقدس قابل الحياة وبطلبان سادة نمكن المسابق المسجد يوحنا معمدان والقديس يعقوب أخ الرب أول أورشليم والقديس الملك القسطين وهيلاني والقديس والقدي وتذكار قيامة ربنا يسوع المسيح وعيد البشر سيدنا ورئيسك ناتينا احفظه يا رب لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد. مسيح قام حقا قام قام حقا قام مسيح قام حقا قام مسيح قام بلا موت وداس موت بالموت وبالحال الذين في القبور وقال لقد قام الرب